مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار. بداية وتطبيقا لقرار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون المتضمن برفع قيمة منحة البطالة من 13 ألف دينار جزائري إلى 15 ألف دينار جزائري شهريا، يشرع اليوم في صب المستحقات بقيمتها الجديدة على أن تكون في 28 من كل شهر. تتواصل اليوم بالمركز الدولي للمؤتمرات بالجزائر العاصمة أشغال المؤتمر 17 لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على مستوى اللجان في جلسات مغلقة لبحث وضع الأقليات المسلمة في العالم وحقوق المرأة والطفل إلى جانب استعراض السياسة الخارجية للاتحاد. وإلى الحدث الكروي القاري، تأهلت الجزائر إلى نصف النهائي من كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين بعد الفوز المحقق أمام المنتخب الإيفواري بملعب نيلسون مانديلا ببراقي بهدف ذهبي دون رد، أحرزه المهاجم أيمن محيوس في الدقيقة 96 من الوقت بدل الضائع عن طريق ضربة جزاء. ومباشرة عقب التأهل أعرب الناخب الوطني مجيد بوغرة وأشباله عن ارتياحهم بالتأهل وإسعاد الجماهير. لا يا ربي نشكر الشعب تاع هذا الشعب اللي هو رجل المباراة اليوم ماشي حنا، يعطيهم الصحة عاونونا بزاف. نشكر صحابي، نشكر الستاف بزاف يعطيهم الصحة، سورتو لي جوار الله يحفظك مجيد، يعطيهم الصحة لي جوار داروا بون ترافاي. الحمد لله يا ربي سي با فاسيل، السيناريو تاع الماتش كان صعيب علينا سورتو كي خرجنا للغارديا كارتون روج. الحمد لله يا ربي، ربي ما خيبناش، مدينا كاع واش نقدروا. الحمد لله يا ربي هذا ما كان. بالتاكيد كان على بالنا باللي المباراه راح تكون صعيبه، ربع نهائي كاس افريقيا ما تكونش ساهل. الحمد لله لاعبين مشكورين على المجهودات اللي درنا اللي داروهم طيله المباراه. صبرنا انتظرنا حتى الدقيقه الاخرى، الحمد لله سجلنا من ضربه جزاء، ما خديناش هدف لرابع مباراة. إن شاء الله هنكملوا على هذا المنوال، اليوم نبروفيتيو من هذا الفوز هذايا والتأهل، وإن شاء الله من غدوة نبداو نحضروا النصف النهائي إن شاء الله. جمهور يعني من نوع آخر، ما كانش جاب لي ربي ما كانش جمهور كما جمهور الجزائر، ربي يحفظهم إن شاء الله يقعدوا معنا هكذا وأنتو تيلي فيفا الجيري. يا رانا فرحانين نشكروا اللاعبين كما قلت لهم. هذه المباراة يكون لوفيرتور إن شاء الله بوغ ألي جوسكو بو. لاعبين صافي أن أون إن مي نخدمو، لاعبين يحبوا يبروغريسي، لاعبين يلعبوا مع القلب، يلعبوا على الجزائر، يعطيهم الصحة. ونوبلي با الشعب، السيبورتير اليوم كانوا مانيفيك، ينزون بوسي جوسكا لا ديرنيير مينوت على شاك أكسيون، يعطيكم الصحة. Et voilà, c'est une compétition, ça s'est joué sur des détails. On a eu un carton rouge au départ, c'était dur de... Voilà, on était à 11, alhamdoulilah, ils ont eu notre carton rouge, je pense que c'était équitable. Et après, fallait être patient, bien rester tactiquement en place, il y avait beaucoup d'espace à couvrir. Leur force, c'était surtout les deux attaquants, des fois à trois, qui demandaient beaucoup la profondeur, donc on a bien travaillé ça. C'est dommage, parce qu'on a bien commencé le match à 11. On a vu le joueur qui était plus libéré, ça commençait à jouer un peu plus. C'est surtout sur les côtés qu'on voulait insister. Et après, quand on a pris un carton rouge, on a essayé d'équilibrer ça, mais de continuer à passer sur les côtés. On a eu des situations avec Mokhtar sur les centres. Il y a eu Youssef qui rentrait avec Abdou. Et magnifique, parce qu'on a pris le risque de ne pas faire de changement. Parce que des fois, quand l'équipe est comme ça, elle est dans la dynamique, elle est concentrée. Donc on a attendu. On voulait sortir, voilà. Mahiyous n'est pas sorti. Alhamdoulilah, il a obtenu le pénalty. On l'a laissé jusqu'à la fin cette fois-ci. Donc... Voilà, le football, c'est des détails. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas, mais alhamdoulilah. تاني مناصرة المنتخب الوطني وصنعت الفرجة والمتعة في المدرجات، وهذه بعض انطباعات المناصرين من الملعب ومن ولاية الوطن. كالي فينال ان شاء الله، دومي فينال، لا فينال. نشكروا كاع الدولة تاعنا والشعب الجزائري كاع اللي مسكين من الوحدة هو في الصطاد هنا. وان شاء الله ندوها كوب دافريك خويا، وان شاء الله ندوها كوب دافريك. الشان في بلاد الشان، الحمد لله التنظيم راهو ناجح 100% اخو، تنظيم رائع. ان شاء الله نتمناو النصف النهائي، نجوزوا للنهائي ونتحصلوا على اللقب ان شاء الله. اليوم الحمد لله رانا جينا من تقور 620 كيلو متر،
ما خيبناش المدرب بوقرة، لعبنا المقابله في المدرجات اكثر من الميدان. واش نقول لك، مبروك علينا، والفرحه كانت كبيره بالفوز وكذلك بالتحفه الفنيه هذه تاع ملعب نيسور مارديلا. تحيه الجزائر، 1 2 3 فيفا لارجيري. نشكر الجمهور، نشكر اللاعبين، نشكر المدرب، والعقوبه الله فينا ان شاء الله. هذا مشوار تاع باطل خويا، انا نضمن لك باللي ندوها ونربلوها خويا. 1 2 3 فيفا لارجيري، فيفا لارجيري، 1 2 3 فيفا لارجيري. كانت مقابلة صعيبة والحمد لله رانا تكاليفينا الدومي فينال، ونشكر اللاعبين ونشكر الدولة الجزائرية على هذا العرس الرياضي، والعقبة للنهائي إن شاء الله، ونفرحوا كاع الشعب الجزائري يفرح. الحمد لله اللي ليكيب ناسيونال ربحت، فرحتنا. كل شغل كنا نستنوا، كنا نستنوا باللي كانت غادي تكون مباراة صعيبة مع كوت ديفوار اللي زعما فريمون ثاني ايكيب مليحة، وان شاء الله في دومي فينال يزيدوا كونفيرمو، وان شاء الله نطلعوا لا فينال، وان شاء الله لا كوب هذه تقعد هنا في الجزائر ان شاء الله. المنتخب الوطني للمحليين سيواجه في الدوري المقبل الفائز في المباراة التي ستلعب اليوم بين منتخب النيجر ونظيره الغاني بملعب ميلودهد في بوهران لحساب الدوري ربع النهائي من البطولة. إذن سيكتمل الدور ربع النهائي لشان الجزائر باللقاءين المتبقيين لنهار اليوم، حيث تواجه مدغشقر منتخب موزمبيق بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة ابتداء من الساعة 5، فيما تلتقي النيجر غانا بدءا من الساعة 8 مساء بملعب ميلودهد في بوهران. وبإمكانكم متابعة هاتين المباراتين حصريا على القناة الأولى للتلفزيون الجزائري. تحسبا للمباراة الفاصلة بين المنتخبين الغاني والنيجيري التي ستجرى اليوم بملعب ميلودهد في بوهران ضمن الدور الربع النهائي، وصلت أمس بعثة المنتخب الغاني إلى مدينة وهران، حيث حظيت البعثة الغانية باستقبال حار من قبل السلطات المحلية. المتابعة في الموضوع مع سليم هواري. لا تزال مدينة وهران فاتحة ذراعيها لضيوفها من القارة السمراء، هذه المرة استقبال حار للبعثة الغانية التي استحسنت كرم الضيافة. استقبال رائع حظينا به من خلال تواجد السلطات المحلية لمدينة وهران وحفوات ترحاب حارة، هذا ما شاهدناه اليوم. الكل مسرور هنا بهذا الاستقبال رغم برودة الطقس، إلا أن حرارة الضيافة تجعلنا سعداء بالتواجد هنا. So we are very very happy to be here. We are happy with the reception given to. تغمرنا سعادة كبيرة من خلال الاستقبال المتميز الذي حظينا به. لا يسعنا إلا أن نشكر كل سكان مدينة وهران. And we say thank you to people of Oran. السلطات المحلية للولاية كانت حاضرة كعادتها لتوفير الأجواء الملائمة للمنتخبات المتوافدة على مدينة وهران. حبينا دائما نبقوا على نفس الطريقة ونفس المنوال، حظي باستقبال حار كما حظي سابقه، نظن باللي راهم يعني في أريحية تامة راك ما تشوفوا فيهم اليوم. نحن سعداء جدا باستقبال هذا الفريق، فريق غنا اللي هو عنده يعني طموح كبير باش يروح في هذه المنافسة، ونظن وهران الباهية دائما في المستوى. في انتظار مواجهة الربع النهائي المرتقبة ما بين المنتخبين الغاني والنيجيري أمسية السبت على أرضية ميدان ميلودهد. في دوليا الآن، وفي فلسطين المحتلة استشهد فجر اليوم فتى فلسطيني متأثرا بإصابة برصاص الاحتلال الإسرائيلي، ترتفع حصيلة الشهداء إلى 12 شهيدا بسبب العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية والقطاع اليومين الماضيين. وعلى وقع هذا العدوان الخطير، طالبت السلطات الفلسطينية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه لجم سلوك الاحتلال العدواني الذي يدفع إلى انفجار الأوضاع نتيجة جرائمه المتصاعدة بحق الشعب الفلسطيني.
في جديد أحوال الطقس، ستشهد عدة ولايات من شمال البلاد استمرار تساقط الأمطار التي ستكون أحيانا على شكل زخات رعدية مرفوقة بتساقط للبرد في بعض المناطق مع رياح قوية على شكل عواصف، وذلك إلى غاية الساعة 6 من مساء اليوم حسب نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية. وتخص هذه النشرية التي صنفت في درجة اليقظة البرتقالية كلا من ولايات أشلف، عين الدفلة، تيبازا، الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، وكذا البوليدة، أندية، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطرف، قالمة، سوق أهراس. كما يتوقع استمرار تساقط الثلوج إلى غاية مساء اليوم على مرتفعات عدة من مناطق البلاد التي يتجاوز ارتفاعها 900 متر. وتخص النشرية ولايات تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، النعامة، البيض، تيارة، تسمسيت، الأغواط، الجلفة، والمدية، وكذا عين الدفلة، البوليدة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سطيف، برج بوعريريج، البويرة، ميلا، باتنا، خنشلة، وتبسة، حيث سيتراوح سمك الثلوج ما بين 10 و15 سنتيمترا. وإلى موروث الأجداد، تربية الخيول، حيث يعمل سكان ولاية البيض ومنطقة الهضاب العليا على العناية والحفاظ على أشهر وأعرق سلالاتها، وهي سلالة البربري الأصيل والذي كان يعتبر الخير المفضل لدى الملوك. يقول جعطوط مبكر: صهيل الخيل، الخيل في نواسيها الخير، تربيتها تستهوي الكثير من الشباب بولاية البيض، شباب يعملون للمحافظة على هذا النشاط الأصيل. عبد العزيز ورفاقه أصبحت مهنة الأجداد جزءا لا يتجزأ من حياتهم اليومية للمحافظة على هذا الموروث من الزوال. خيل البربرية هذه اللي عندنا هنا متواجدة في المنطقة، أولا هي متوارثة أبا عن جد، وثانيا هي هواية راني نمارس فيها باش نحافظ على هذه السلالة. في الأبحاث جاونا واحدين من ألمانيا هنا يبحثوا على هذه السلالة، رانا هنايا نربوا ونزوجوا بيناتهم وإنتاج. عندنا هنايا تقريبا 20 حصان ومحافظين على هذه الهواية أنا والأصدقاء تاعي، نتلاقاو دائما هنايا في المساء. بهذا الإسطبل الذي حوله الفرسان مكانا لترويض وتربية الخيول، أين يتم الاهتمام والعناية؟ يوجد قرابة 20 خيلا يعود لسلالة البربري العربي التي تمتاز بها منطقة الهضاب. نمارس اليومية تاعنا معاهم عادي، رانا نجو الصباح إن شاء الله نعطيهم الماء ونعطيهم القرطة تاعهم ونعود نروح ونعود نص النهار نجو ثاني نزوروهم، والعشية نعبر لهم الزرعة تاعهم، ولو فيه شوية نقائص ورانا نتعبوا شوية في المصروف تاعه، ولكن رانا معاهم دائما، رانا معاهم. قلت ماذا بيا نحافظ على هذا التراث تاع أجدادي أحسن من يجوا وحدين يحافظونا عليه. هي مشاريع جد ناجحة بصح تتطلب إمكانيات كبيرة. رغم الصعوبات تعتبر مهنة تربية الخيول حرفة عريقة وإرثا متوارث عن الأجداد، يحاول أصحابها الحفاظ عليها وتوريثها للأجيال القادمة جيلا بعد جيل. ختام نشرة اليوم من زاوية سيدي محمد بن عبد الرحمن الأزهري ببلدية بلوزداد بالعاصمة، إرث حضاري ورمز ديني يحكي سيرة هذا العلامة الجزائري المعلم الذي يعود تاريخه المعلم أقول الذي يعود تاريخه إلى الفترة العثمانية، يعرف اليوم مشروع إعادة ترميمه. تقول سهام موسى بسك: ارتبط اسمه ببلدية سيدي محمد بالعاصمة، وهو المكان الذي طاب به المقام. سيدي محمد بن عبد الرحمن الأزهري أو سيدي محمد بو قبرين من علماء المذهب المالكي بالجزائر وأحد مؤسسي الطريقة الرحمانية، رجل علم ودين ساهم في نشر تعاليم الدين الإسلامي. استقر بين منطقة القبائل مسقط رأسه والجزائر العاصمة، ثم رحل إلى منطقة الحجاز ثم مصر أين درس تعاليم الفقه، ليعود إلى الجزائر في خلوته بهذا المكان. كان تأسيسه في الفترة العثمانية في القرن 18، وكان منارا للعلم وللمريدين ولأتباع الشيخ. الزاوية اليوم أعيد ترميمها
وهي لا تزال تحتفظ بطابع وزخارف تعود إلى الفترة العثمانية. ارتأت مديرية شؤون دينية بالتنسيق مع ولاية الجزائر والدائرة الإدارية لوسندي أو حسندي بإعادة ترميم للحفاظ على الطابع يعني المعماري ومراعاة استغلال واستغلال المواد المحلية في إعادة تهيئة وترميم وتجديد الضريح. وستستقبل زاوية سيدي محمد الطلبة من جديد. هذا الصرح يضم مدرسة قرآنية لتعليم كتاب الله تعالى بالطريقة التقليدية، وكذلك تعليم مبادئ العلوم الشرعية وفق مرجعيتنا الدينية الوطنية. وسيعقد إن شاء الله تعالى في هذه الروضة الرحمانية مجالس للذكر والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشر شمائله الزكية وسيرته العطرة. معلم وصرح ديني تاريخي يضاف إلى الصروح التي تشتهر بها الجزائر. بالمعلم الأثري والإرث الحضاري لبلدية بلوزداد نختم نشرة اليوم. شكرا على كرم الإصغاء والمتابعة. برامجنا مستمرة في أمان الله.